تعد الدراجات الهوائية واحدة من أهم وسائل المواصلات في العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث توجد لوسيلة التنقل هذه مسارات خاصة. ما رأيكم بجولة سياحية معي وزيارة بعض أحياء التسوق على ظهر دراجتي؟ هيا بنا. سوفو ذا ساذرن آيلاند هو الحي العصري الحديث في ستوكهولم، يقع وسط المدينة ويضم فنادق وشوارع للتسوق ومتاجر لشراء الهدايا التذكارية وكذلك مطاعم ومقاهي، وأنصح بركن دراجتك في المكان الخاص لذلك وما أكثرها في هذه المدينة. حي بيبليوتكس غاتان هو المكان الأنسب لمحبي الأزياء والموضة، إذ تباع هنا الأزياء العالمية إلى جانب التصاميم السويدية، فيمكنك التبضع من هنا بأسعار مخفضة، ولا تنسى إبراز جواز سفرك لكي تسترد الضريبة التي تخصم مباشرة قبل الدفع أو في المطار أثناء مغادرتك البلاد. ولعشاق ركوب دراجات الهوائية على ضفاف المياه، أنصح بالمجيء إلى هنا أيسكوبس هولمن. للتذكير، تحترم في السويد قواعد سير ركوب الدراجات تماماً كما في قيادة السيارات، وتطبق قوانين صارمة على من يخالف ذلك، فهي قبل كل شيء وسيلة نقل حفاظاً على البيئة. ليث مزاري، العربية، ستوكهولم، السويد.